مش عايزين تسمعوا صوت كاهن مصري قديم؟ وهل التكنولوجيا الحديثة ممكن توصل إنها تسمعنا صوت ملوك مصر العظام؟ طيب هل ممكن نقدر نسمع جملة كاملة في وقت ما؟ هي إيه تجربة التخليق الصوتي أو التوليف الصوتي دي؟ ويعني إيه خاصية بيستخدمها العلماء لخلق صوت مومياء مصرية؟ وهل في حاجة اسمها إنتاج اصطناعي للكلام البشري؟ هنعرف كل ده وأكتر في الحلقة النهاردة، وكالعادة هنتكلم بالراحة كده وبالتفصيل. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش الاشتراك في القناة ولايك الفيديو عشان يوصلك كل جديد. موضوع المومياء المصرية للكاهن نيسيا مون، واللي مومياؤه موجودة في متحف مدينة ليدز الإنجليزية، واللي نطقت بعد آلاف السنين من تحنيطها، وسمعنا صوته في مقطع صغير ما يتعداش ثواني، لكن العلماء نجحوا في إعادة صوته للحياة بعد وفاته ب3000 سنة، وده عن طريق خاصية مبتكرة علمية، واللي نجح باحثون بريطانيون في تصميم محاكاة صوت الكاهن المصري باستخدام نسخة ثلاثية الأبعاد من مجرى الصوت، من ضمن محاولات العلماء المستميتة في الكشف عن أسرار الحضارة المصرية القديمة اللي كل يوم بتطلع منها اكتشافات تذهل العالم. هنحكي لكم الحكاية من جذورها، لكن الأول خلينا نشوف مين الكاهن نيسيا مون. نيسيا مون هو الكاهن الفرعوني اللي عاش في عهد رمسيس الحادي عشر، وعاش في معبد الكرنك في الأقصر، وكل عمله كان بيجمع الشعب على طاعة الإله آمون والتقرب له، واستمر في المعبد لحد آخر يوم في حياته. ومن تشريح الكاهن اتضح إن حشرة لسعت لسانه فأدت إلى وفاته، وده اللي صرح بيه واحد من خبراء تشريح المومياوات المصرية، وقال إن السبب في الاعتقاد ده هو بروز لسانه خارج فمه بدون وجود أي ضرر في العظام حوالين الفم والرقبة. وبسبب اللسعة دي صرخ الكاهن اللي كان بيشعر بألم قوي دائم، وتحول الألم لصراخ مستمر، وفضل مريض فترة لحد ما توفى في فترة قصيرة وتم تحنيط جثته على حسب ما خمن العلماء سبب موته. عشان كده قام العلماء البريطانيين والألمان من كلية رويال هولوي بإجراء الابتكار الجديد ده للتوصل إلى آخر كلمة نطقها الكاهن الفرعوني، وفعلا بحسب النتائج وجدوا حقيقة، ونجحوا في التوصل إلى إنتاج آخر كلمات الكاهن قبل موته، واللي كانت بتعبر عن تعرضه لألم فظيع قبل وفاته. ومن المعروف إن المومياء دي انتقلت لمتحف ليدز الإنجليزية في عام 1823، ومن حسن حظ الكاهن نيسيا مون على حسب قول الصحيفة البريطانية إنه كان محظوظ جداً، لأنه انتقل من المتحف قبل فترة قصيرة من غارة جوية ألمانية دمرت المتحف وآثاره. نرجع لموضوعنا، إزاي قدروا ينتجوا صوت مات من أكتر من 3000 سنة؟ مجرد مقطع صغير ما تعداش كام ثانية أثبت العلماء إن فعلاً آخر ما نطق بيه الكاهن كانت صرخات من الألم، وأنتج العلماء الصوت ده عن طريق إعداد نموذج للقناة الصوتية الخاصة بالكاهن وطبعها على نسخة ثلاثية الأبعاد من خلال تتبع ترجمة الكلمات والمقاطع الصوتية واللي كان يصدرها وقت ألمه قبل وفاته. وبعدها تم عمل مسح الكلمات وآهات الكاهن عن طريق الكمبيوتر ووضعها بتردد أعلى عشان تكون مسموعة، وجعلها مشابهة للصوت البشري العادي. وقال رئيس قسم الهندسة الإلكترونية في كلية رويال هولوي في جامعة لندن والمؤلف المشارك في الدراسة ديفيد هوارد، بالضبط اللي عملناه هو خلق صوت نيسيا مون، وإنه مش صوت من كلامه لأنه مش بيتكلم فعليا، لكن مجرد آخر كلمة قالها. وقال في المجلة المختصة بالتقارير العلمية إنه بعد نقل المومياء إلى مستشفى ليدز العام وأجرى سلسلة فحوصات بالأشعة المقطعية، تمكن الفريق من إعادة بناء نموذج رقمي لمجرى الصوت عند نيسيا مون، وإعادة تشكيله بالطباعة ثلاثية الأبعاد. وقال كمان في التقرير إن صوت الحنجرة إلكتروني، ولو طلع الصوت عن نيسيا مون هيعدي الهواء من الرئة للخارج من خلال حنجرته فتهتز الأحبال الصوتية فيتعمل نفس التأثير. ووصف البروفيسور جون شوفيلد من قسم الآثار في جامعة يورك سماع صوت المومياء لأول مرة بالطريقة دي
بأنه أكتر حاجة مدهشة شافها أو سمعها وإنها معجزة بكل المقاييس، وضاف كمان إنه كان نتيجة تعاون مبتكر متعدد التخصصات. وغير كده وضح إن فرصة سماع صوت ميت من فترة طويلة يرجع لفضل الحفاظ على الأنسجة الرخوة في جهازه الصوتي، وده نتيجة نجاح عملية التحنيط العظيمة مع التطورات التكنولوجية الجديدة. ورجع ديفيد هوارد رئيس قسم الهندسة الإلكترونية في رويال هولوي في جامعة لندن يوضح إن الصوت اللي تم إنتاجه لنيسيامون ناتج من أبعاد حنجرته ومسالكه الصوتية، بيوحي بأن طبقة صوته كانت أعلى شوية من صوت الراجل العادي في وقتنا الحالي. وكأي كاهن في معابد مصر القديمة معروف إن الصوت دور حاسم في عمله، لأنه طبعاً بيتكلم كتير في خطابات وغيره، أو يغني في طقوس ما، أو بيوعظ وينذر. باعتباره كاهن وكاتب في معبد الكرنك بين 1099 و1069 قبل الميلاد. لكن الغريب إنه كان منقوش على التابوت بتاعه إن نفسه يكون صوته مسموع في الحياة الأخرى، ويبدو فعلاً إن العلماء حققوا أمنيته الأخيرة. فبرغم مئات المومياوات اللي كان ممكن يعملوا عليها التجربة دي، إلا إنهم اختاروا مومية الكاهن المصري نيسيامون. شيء غامض مش كده؟ وهنا ممكن نسأل نفسنا، هل يمكن تكرار التجربة دي مع مومياوات تانية؟ طيب لو نجح الأمر في اكتشاف الكلمات الأخيرة لملوك مصر القديمة، فهل يمكن أن يساعد ده في حل ألغاز حيرت العالم لعقود طويلة والحد دلوقتي ملهاش أي حلول؟ زي مثلاً إزاي تم قتل توت عنخ آمون، وإزاي كانت نهاية الملكة حتشبسوت؟ الإجابة على السؤال ده إنه فعلاً صعب جداً، لأن المومياوات بتحتوي أغلبها على العظام بس، باستثناء الخاصة بالملوك والشخصيات الرفيعة، وده هيخلي إمكانية إعادة التجربة دي مش سهلة أبداً، نظراً طبعاً لعدم توافر الأعضاء الداخلية لمعظم المومياوات وسرقة أو فساد بعضها لظروف مختلفة. لكن تعالوا سوا نتخيل الإثارة اللي ممكن تحصل أو نقدمها للسياح عامة أو جمهور المتاحف المصرية خاصة، في إنهم ممكن يسمعوا صوت ملوك وملكات مصر القديمة بيرحبوا بيهم في معابدهم دي. هتنقل البعد الماضي للحاضر في مزيج مستحيل يحصل إلا في معابدنا القديمة بس، وتشهد العملية رواج مفيش بعده لو الموضوع ده نجح. وده اللي قاله بسام الشماع الكاتب والعالم في المصريات، لما أضاف إن التجربة العلمية دي أصبحت حديث العالم أخيراً، لأن عالم المصريين القدماء له سحر وغموض خاص، ولسه ما اكتشفناش الكتير من الأسرار لحد دلوقتي. وبما إن الحضارة المصرية بترتبط عند الناس بألغاز وأساطير، فمحاولة استنطاق مومياء بعد مرور 3000 سنة على وفاة صاحبها طبعاً هو شيء مثير جداً وغريب جدا جدا. شاركنا في التعليقات وقول لنا رأيك، هل فعلا ممكن تتكرر التجربة؟ وهل يقدر العلم يوصل لإنتاج صوت حوارات وأحاديث الملوك المصريين؟